هذا يعني عدد لا يخوف. لماذا؟ لأن ما دخلناش في التفاصيل نفسها، يعني باش نشوفوا كم الحالات يوميا في الأسبوع الماضي سجلت الحالات البقية تاع الحالات، وبالتالي هو كذلك عدد كما تفضلتم عدد حالة الوفاة هي 16 وفاة جديدة يعني، ولكن في الفترة ما بين 8 و16 أفريل نفس الشيء. طيب وبحسب البيان بحسب المعلومات التي كما تفضلتم بأن ولا حالة موت منذ 24 ساعة تسجل إلى وقتنا هذا. في هذه المعلومة بالذات دكتور بقى